سلام البنات، واش راكم لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله في فيديو جديد. اليوم رحت الباسبورات تاع عمر وجوري. محمود ما جاش معايا، محمود خدم، جيت وحدي، جيت غير انا وسلفتي. سلفتي يعني اخت محمود. جيت انا وهي، هو خدم، ما جاو يعطيوهم لي بالسيف، قالوا لي يخافوا. على بالي راه نحس شويه، المهم ما بغاوش يمدوهم لي المره الاولى، قالوا لي كون مدوا لك لازم كيما نقولوا يجي هو اللي يقدم عليهم، هو اللي يديهم، يخافوا، يقول لك كون تديهم وتروح. رايحين ندورو شويه، من بعد ان شاء الله نولي نروحو. قلت نستغل الفرصه هكذاك شويه ندور شوي. كيما راكم تشوفوا المحلات يعني ماشي مفتوحين كامل، ما يفتحوش في النهار غير في الليل، والشمس اصلا والدنيا مقفوله فيفتحوا غير في الليل. جينا عند الباتيسري، شوفوا كيما تاعي دويرة بصح هذه على شكل قلب. حلوة السيدة، أنا كنت خارج السيدة. صراحة الشكل تاعها يهبل. روحنا البنات، الحمد لله الباسبورات وجدوا كيما راكم تشوفوا. واحد تاع هذا تاع عمر، هذا تاع عمر، وهذا تاع جوري. جوري دوكا عندها باسبور مصري وباسبور جزائري، اما عمر مازال غير الجزائري، ان شاء الله نروح نديره له. المهم كي درت الخطوه الاولى الحمد لله مزات لي اقامه، زدت لي غير الباسبور الجزائري هذا مكان، ونكمل كل شيء. والحمد لله روحنا للدار. صراحه واحد السخانات وقتل عليها، ما نحبش نخرج في النهار على جال الشمس. اصلا الحوانت يعني المحلات نصهم مقفولين، ما يفتحوش كيما قلت لكم في النهار. اللي يخرج في النهار غير اللي عنده كاش اوراق ولا القرايه ولا خدمه هذا مكان. معظم الناس تخرج في الليل باش تشري ولا تحوس ولا تدور ولا. انا ما طولتش يعني، قعدت غير وقلع ساعه ولا، ومن بعد وليت روح. كان ضايقه روحي يعني، فدرنا هكذا شويه من بعد روحنا. روحت على جال الاولاد خليتهم، المهم دوكا روحت راح ندير سخفت على الغريف. حنا نقولوا الغريف في الصيف، ما كاين اللي يقول الغريف، كاين اللي يقول بغرير، كاين اللي يقول الغرايف، الغرايف نظن هكذا. المهم كل واحد وكل ولايه كيف يقول. اما الكلمه كيما نقولوا المشهوره هي كلمه البغرير، هي المشهوره بزاف. فراح ندير تاع الميكسور، راح ندير تاع الميكسور ونشاركو معكم ان شاء الله. حابه نص قهوه به لتحت مع بيت شيخي. كيما قلت لكم محمود خدام يعني ما يجيش حتى العشوه، فمعظم الاوقات نقعد لتحت عند بيت شيخي، غير كي نبغى نوجد لغدا ولا العشاء نجي نطلع ولا نفرز دار ولا. معظم الاوقات الحمد لله نقعد لتحت هكذا باش ما نضيقش روحي. المهم نبداو ان شاء الله. لكم على دعمكم وعلى تشجيعكم ليا، نقول لكم شكرا شكرا بزاف. كل مره لازم نشكركم بزاف صراحه، كل ما نشكركم ما نوفيكمش، شكرا بزاف. هنا البنات راح نكير بهذا الكاس. شوفوا الدقيق تاعنا كيفاه داير. احنا دقيقة اللي هنايا شوي خشين، ماشي كيما اللي
لي في الجزائر. المهم ثلاث كيلات كيلو بهذا الكاس ولا فنجان اي تحبوا، ثلاث كيلات تاع دقيق يكون رقيق. يا ربي يصلح لي هذا الخشيم. واحد زوج، حطيت الماء يدفع، لازم تحطوا الماء يدفع من قبل. المهم ثلاثه ونزيد مغرفه تاع خميره، مش مغرفه تاع خميره، مغرفه تاع فرينه. صبروني نجيب تاع فرينه ونزيد مغرفه تاع سكر. سكر مغرفه تاع كبيره تاع خميره الخبز. هاهي مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز. طبعا الملح، الملح ما نخلطوش دركا. مهم زيد الماء، الماء يكون دافي ما يكونش سخون بزاف، راني دفيته. وهنا نضيف ربع كيسان تاع ماء دافي، الماء لازم يكون دافي يعني ماشي سخون بزاف. ضفت له ربع كيسان، نزيد مغرفة صغيرة تاع الملح. ملح نضربهم بعد نولي نزيد الخميرة، خميرة تاع الحلويات. وهنا البنات نضيف واحدة خميرة تاع حلويات وزن 10 غرام، انا تاعي وزن 16 غرام، تما نخلي منها شوية. ونضيف مغرفة كبيرة تاع خل، هاني ضفتو هكذا ونعاود نكمل نضربهم. هنا البنات ضربنا مليح، شوف كيفاه دير الفقاعات، كي يدير الفقاعات تما راه ناجح. المهم على باش راه يبان ولا لا، حطه هنا في الطبسيل، شوفوا الفقاعات هنا راهم يبان، خفت المية اللي يسيح. مهم نبدأ نطيبه، نبدأ نطيب أول واحدة. أنا جبت زبيب، راح ندير له زبيب، حنا نديروه بالسكر وبالزبدة والسكر، بصح هذه المرة راح نجربه بالعسل. بسم الله شوفوا كيفاه يجي مشحد، الله يبارك. شوف ما شاء الله، شوف كيفاه يجي مشحد. هنا نزيد له الزبيب، نزيد وحده هنا هذه البلاصه حكرناها. النار تكون متوسطة، نقرب لكم الكاميرا باش تبان مليح. شوف المهم دوك نوريكم كامل كيفاش يخرج. انا جبت الطبسي باش نحط فيه، شوف بسم الله، شوف يجي مشهد. على بالي حابه راكم تشوفوا فيها زبيب، وحابه ما كانش باسكو كاين اللي ياكل زبيب وكاين اللي ما ياكلوش. فعليها درت حابه درت فيها وحابه ما درتش.
بغات دير الجلجلانيه يعني السمسم دير. انا هذا المره جربته بالزبيب والعسل، كما قلت لكم احنا في دارنا يعني نديروه بالزبده والسكر. البنات كملتو كامل كما شفتوا كيفاه جا مخرج، صراحه جا روعه. المهم هذو هما الحبات اللي بقاو لي، الباقي نزلتو هذو خليتهم المحمود. المهم البنات بغيت كاينه متتبعه وفيه قالوا لي بلي امها ماتت، حبيت نعزيها، اسمها احلام من برج بوريريج، نقولها ربي يرحمها ان شاء الله وربي يصبركم. وكان هذا هو لا فيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم، نتمنى ان شاء الله نكون خفيف عليكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، بالسلامه.